على قدر المشقه بتكون الفرحه والسعاده. ومين غيره غير الاهلي يفرحنا. مساء الخير واهلا وسهلا بكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه، وما زالت الفرحه والاحتفالات في كل حته في مصر مستمره. تعودنا يمكن ما بنفرحش كتير، يعني نفرح يوم اتنين ونبص بعد كده اللي بعده، لكن المره دي يمكن في حته زياده شويه. وخليني اكلمكم بمنتهى الصراحه، انا يعني طول عمري اي لقب اي بطوله اي انجاز كان صغير كان كبير بيحصل او بيجيبه النادي الاهلي بيفرحني كواحد من الجمهور. لكن لما قعدت هنا لما اتشرفت بالتواجد على شاشه الاهلي ابتديت احس يعني احساس جديد، احساس مختلف، ازاي تكون مسؤول وازاي تكون مصدر لسعاده ملايين. الفرحه اللي انا بشوفها في وشوش الناس دي حاجة لا تقدر بثمن. يعني فكرة إنه يكون في إحساس عام، إحساس عام تحس إنه الناس كلها في كل حتة مبسوطة، دي حاجة يعني سيبك من الكورة سيبك من الرياضة سيبك من البطولة، ده شيء حقيقي. إن أنا أشوف الناس كلها في حالة الفرحة والسعادة دي ده شيء في حد ذاته مسؤولية كبيرة جدا. وخد بالك إنه وده اللي إحنا قلنا عليه، ده ما كانش ممكن يحصل ابدا يعني بسهوله من شيء. يعني احنا بنتكلم على قدر كبير جدا من المشقه وقدر كبير جدا من التعب وقدر كبير جدا من الارهاق. من الارهاق سيبك من كل عناصر البطوله، في رجاله تعبت واستعدت ووقعت وقامت تاني وقامت احسن من الاول وردت على كل حد بينتقدها. اللي يبص لقصه النادي الاهلي، اللي يبص لكاتب سيناريو وحوار بطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها ال 11 للنادي الاهلي، يشوف كتير قوي من الدروس اللي مش بس في الكرة وفي الرياضة، لا في الحياة بشكل عام. ازاي تقع وتقدر تقوم تاني احسن من الاول، ازاي تاخد كل الانتقاد او الهجوم او التجريح اللي حصل في حقك وتحطه في خانة الدوافع اللي تجدد بيها الدوافع اللي عندك والحوافز اللي عندك عشان تثبت للناس كلهم انهم في مرحلة من المراحل كانوا غلط وانك انت كنت صح.